ونختتم نشرتنا بهذا الخبر الديني. نظمت مساء أمس مشيقة الطريقة التيجانية بالتعاون مع تجمع شباب الصوفية المهرجان 69، وذلك بمسجد خالد بن الوليد، بحضور رئيس الطريقة التيجانية وأمين الدولة بالصحة العامة الدكتور محمد النظيف يوسف بجانب مهبي الطريقة التيجانية. سيد أحمد حسن كان هناك وعد لنا التقرير التالي. لا إله إلا الله، لا إله إلا في بيوت أن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له بالغدو والآصال. تحقيقا لهذه الآية، تقوم مشيخة الطريقة التيجانية بالتعاون مع تجمع الشباب الصوفي بإقامة المهرجانات الدينية التي تحتوي على مدائح نبوية ومحاضرات توجيهية قيمة يقدمها عدد من المشايخ والعلماء المشهود لهم بالبنان. وها هو اليوم يصل عدد المهرجانات إلى 69، وذلك بمسجد خالد بن الوليد بالدائرة الخامسة الذي تضمن عدة فقرات، أولاها كلمة الترحيب من قبل إمام وخطيب المسجد، وأعقب الكلمة محاضرة تناول فيها نائب رئيس مشيخة الطريقة التيجانية فضل قيام الليل ونفحاته. الله تبارك وتعالى في القرآن أشاد بأهل الليل، يقول شيخ الإسلام: جزى الله عني ظلمة الليل والدجى ففيها ينام الصب للحب مخرجا. هذا الليل ظرف سليم يستغله الموفقون، هذا الليل وقت يتجه فيه عباد الله مع الله. واستمرت عقب ذلك المدائح النبوية الشريفة التي عطرت وشنفت آذان الحاضرين. ثقافة إبراهيم والعلم كله، مديح الإمام الهاشمي وفضله. يا مرحبا بالمصطفى خير الأنام المشهر. بهذا الخبر الديني ننهي العرض الأخير. أشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.